السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني متابعي قناة كريم تك. في هذا الفيديو ان شاء الله سنقوم في بتغيير الشاشة للعاد العشرين العشر عفوا العديس على بركة الله. بعد ان ازلت الغطاء والسيم ازيل البراغي ثم اريكم كيفية ازالة الشاشة وتركيب شاشة اخرى ان شاء الله. باي. لا الشاشة مكسورة لن احتاج منها شيء من اجل اعادة التدوير، لهذا ساستعمل العنف في ازالتها. ننظف بقايا الزجاج جيدا ثم اعود اليكم. قم بتجريب الشاشة الجديدة اولا قبل التثبيت النهائي. قم بتشغيلها. الاشارة فالاخوان نفس الشاشة اللي كتخدم الاديس كتخدم الام ديس، يعني هما نفس النوع. الاديس الشاشة ام 10 يعني الشاشة تخدم للهاتفين في الاديس والانديس. الشاشة اشتغلت ليس معي نمط الهاتف. قم بتجريب في وضع مكالمة الطوارئ يعني تعمل. الآن نقوم بتركيبها إن شاء الله بشكل نهائي. إخواني كنجيبو هاد الغيرة كنضيفو هنا في جوانب الإطار بهاد الشكل. الجهة الأخرى مقابلة من الوسط. لا خويا لا، ثم نأتي إلى تركيب الشاشة من الأسفل. دائما نبدأ من الأسفل، نحرص على أنها ثابتة بشكل جيد. من الجوانب تلاحظوا، ثم نأتي بهذا النوع من المطاط ونحزمها من الأسفل والأعلى كذلك الوسط لضمان تثبيت مثالي. بهذا الشكل الآن غنجربها بعد ما ثبتها. البطارية ليست موصولة. بهذا الشكل إخواني نكون انتهينا من تغيير الشاشة للأديس أو كذلك الأمديس، فهما نفس الشاشة تعمل لهما لكلا الهاتفين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.